السلام عليكم. هذا واحد التحليل شخصي متواضع، حيت انا ملي كنتكلم راه لازم كننسى شي حاجه تنكون عواله باش نقول شي مسائل اللي هي ضروريه، فاذا بيا كنساها. ارتأيت انني نسجلها ونقولها نسردها لكم قراءه. خص الرأي العام يعرف باللي الجثه كانت مرقمة من النهار الأول ب 440، وهاد الجثة اللي مرقمة ب 440 فين؟ في مركز التشريح. والغريب ما في الأمر أنه مباشرة تم الانتقال والمعاينة للمقبرة من طرف الفرقة الوطنية المكلفة بالبحث في الملف من طرف قاضي التحقيق، وحسب الثابت من محضر الانتقال والاستماع لمحافظ المقبرة الذي يدلي بوقائع تبين الإهمال الخطير الذي كان يشمل جميع الغرباء الذين يتم دفنهم بالبقعة رقم 3، حيث يتسلم كل شهر في يوم واحد بعض الجثث لغرباء ويسلمهم بدوره لمقاول مختص بالدفن، ويتجاهلون كلامهم الرقم المكتوب على كفن كل جثة، ولا يتم استغلاله على مستوى القبر للرجوع إليه عند الحاجة كالخبرة الجينية مثلا، وبالتالي يصبح من الصعب الرجوع إلى القبر لاستخراج الجثة في حالة التعرف على هويتها من خلال التحقيقات الجارية في ملفها، كما هو الشأن لجثة تهامي بناني رحمه الله. وإذا به يعين محقق الفرقة الوطنية عدم توفر أي قبر من قبور دفن الغرباء على رقم 440 المميز للجثة موضوع البحث بعدما تعذر تحديد القبر الذي دفنت فيه، وهذا في شتنبر 2019. فكيف بعد الحكم باستخراج الجثة 440 في يونيو 2021 يتم استخراجها بسهولة مع وضع المحافظ رقم مميز لقبر يتواجد في مؤخر البقعة رقم 3، وهو في مكان دفن الجثث الحديثة العهد والتي يتبين أنها لا تعود لفترة دفن الجثث 2007 إطلاقا. ولم يتم استدعائي لا أنا ولا الأستاذة زينب، فقد حضرنا وقمنا بإخبار الصحافة، وبالتالي نلاحظ العديد من الخروقات، منها تواجد قبر وحيد جديد العهد في 2021 يحمل رقم 440 وبجانبه قبر محفور به متلاشيات محترقة من الأمس، واستخراج جثة حديثة العهد لا زالت رائحتنا تنبعث منها، وجاءت نتيجة الخبرة أنها لأنثى حتى يتم إسقاطها على جثة التي تم اكتشافها في غابة واد مرزق، وتبرئة المتهمين لولا تدخلنا في الصحافة وفضح كل هذه الخروقات بقدرة قادر. ونتفاجأ مؤخرا بعد ذهابنا للمقبرة للبحث عن شهادة الدفن لجثة رقم 440 التي تعود للتهامي رحمه الله، أن المحافظة يدعي أنه كان هناك أمر باستخراج الجثة من الوكيل العام للملك واضطر لاستخراجها بهذه الطريقة، وأنه ليس مسؤول على هذه الخروقات رغم تغير لونه وإحساسه بالإحراج حين حاصرته والسيدة زينب بمحضر الانتقال والمعاينة الذي يفند كل هذه الخروقات. وبالتالي عند طلبنا لشهادة الدفن طلب منا وضع طلب بحكم أنه أحيل على التقاعد منذ 2015، ولكن نستغرب لتواجده بالمكتب دائما كمحافظ وتهرب من إعطائنا شهادة الدفن بعدما حاصرناه بمحضر معاينة الفرقة الوطنية، وادعى أنه لا تم دفن تم الدفن بتاريخ 2007 شهر 7 سنة 2021 وليس سنة 2021.
2007 شهر 4 يوم 29، وأن جثته بهذا التاريخ مسجلة باسم شخص معروف الهوية دون تم التخلي عنه دون أن يعطينا اسمه، وهو ذكر. وفاجأناه بسؤالنا لماذا يوم استخراج جثته أولا تم العثور على القبر بسهولة مع أن محضر المعاينة من طرف الفرقة الوطنية، وبتواجدك تم عدم العثور على أي قبر يحمل رقم 440، ولماذا لم تخبر السلطات يوم استخراج الجثة أنها لذكر معروف الهوية؟ والنتائج بيّنت أنها لأنثى. وأمام كل هذه التناقضات أرسلنا لمركز التشريح لطلب شهادة تسليم الجثة 440 لمعرفة تاريخ دفنها، أي أنه ليس له تأكيد على ما سبق ما قاله قبل ثواني قليلة. وتفاجأنا بعدم قبول طبيبة التشريح للقائي رغم تواجد المحامية زينب معي وإعطائنا نسخة من شهادة تسليم الجثة 440 موضوع البحث، وذلك لتلقيها مكالمة هاتفية من طرف المحافظ الذي أخبرنا بجميع ما حصل معه. والأدهى من ذلك تبين لنا تخوفها من استقبالي من خلال قراءة التقرير الطبي الذي أدلت به للفرقة الوطنية أثناء أبحاثها في القضية، والمكتوب فيه بخط واضح أنه لا توجد أي وثائق بالمركز، هذا كلامها بخطها، أي أنه تم ضياع أرشيف ملف الجثة 440 في المركز الطبي، وبالتالي بتقريرها الطبي اعتمدت فيه فقط على نسخة من التقرير التي أرسلته في 2007 للدارك الملكي المكلف بالبحث في القضية أنذاك. اليوم الجديد الذي تحصلنا عليه هو أنه سبب إخراج الملف من الحفظ بعد إعادة البحث في القضية من جديد في سنة 2011 إلى غاية سنة 2013، هو أن نائب وكيل الملك للمحكمة الابتدائية للمحمدية يخرج باستنتاج أن القضية تعتبر جناية ويرسلها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من طرف غرفة الجنايات، مما يبين أن أبحاث الضابطة القضائية خلال الفترة 2011 إلى 2013 تم التوصل إلى ملف الجثة رقم 440، والذي يتبين من خلاله أن الأمر يتعلق بجناية قتل وليس اختفاء عادي لكن ضد مجهول، بحكم أن المشتبه فيهم آنذاك كانوا يدعون أنهم أنزلوا التهامي قرب منزله على الساعة 8:30. وظل الملف يتعطر فيه بداية البحث منذ 2013 إلى غاية 2016 بسبب عدم إرسال الشرطة القضائية والدرك الملكي لباقي محاضر الأبحاث التي قاموا بها قبل 2013. ولهذا السبب تمت المتابعة بالقتل العمد ضد مجهول في 2016 مباشرة من طرف النيابة العامة، وتمت بعد 3 سنوات من البحث من طرف قاضي التحقيق وسنتين من طرف الفرقة الوطنية بموجب الإنابة القضائية والتوصل بها والتوصل بعد محاصرة المتهمين بقرائن قوية وأدلة ضامغة اعترافهم بموت التهامي وتخلصهم من جثته بغابة واد مرزك، هذا كلامهم. ولا ننسى أخيراً تعرفهم على جثة التهامي ولباسه أيضاً، فقد استغرابهم للوضعية التي وجدت عليها الجثة مما يقوم دليلاً قاطعاً على تورطهم في القتل والذي اعتمد عليه قاضي التحقيق في المتابعة. أول مرة كندير هذه البادرة ديال أنني كنسرد وقائع كتبتها باش ما ننساش، لأن راه البحر كبير. إذن كنشكرهم والله يجزيهم بخير اللي عطوني ودنيهم وتصنتوا ليا وحسبوني بحال امهم بحال اختهم بحال اي فرد من العائله، وحسبوا التهامي ولدهم خاهم. الله يجزيهم بخير ويسمحوا ليا مره اخرى على طول هذا السرد.